لازم بالنفع. نتعلم النهارده حاجه الفنانه الكبيره ونجمه يسرى، احنا هنجيب جلوفز للبوكسير كريم السبكي والبوكسير عمرو يوسف يعلمونا شويه تكنيكاليتي. طب ما الاكشن انت شقه انت شقه يا استاذ عمرو. بص يا استاذه، هو الموضوع طبعا كريم هيقول لنا نعمل ايه واحنا هنعمل. هو الفكره في زاويه الكاميرا، احنا هناخد انهي كاميرا عشان هي دي اللي يبقى فيها زي ما انتوا عايزين، في واحده ليك وواحده لي وواحده انتوا الاثنين. طب اقفل الاسد. طيب احنا مش متفقين على الكلام ده؟ احنا مش متفقين. انا مش عارف هنعمل ايه يعني. هنعمل ايه بقى؟ ايه؟ اوعى تعمل ايه؟ بصي بصي، هو سخن على طول. انت شايفه سخن ازاي؟ لا هو المفروض ان احنا الواحد يبقى مأمن وشه ومأمن ضلوعه. وفي ناس بتأمن وشها مثلا بالايديه بالايد او كده، وفي ناس بتأمن بالكتف. اهم حاجه في الحركه مش بس البنيه، ان البنيه لازم تبقى بالرجل وبالوسط. قوة الضربة بالظبط. فالبنية ما ينفعش تطلع مثلا كده، وما ينفعش تطلع كده، لازم تطلع بكل الروتيشن. هي دي اللي بتدي يعني باور الضربة. وانت بتضرب بقى في صدره ولا بتحاول تضرب في وشه؟ لا طبعا على حسب انا عايز ايه بقى. ما هو عايز اوصل لايه. ممكن ورونا كده. هو زي ما عمرو قال لك، هو بيبقى الايد اليمين بتحمي هنا والايد الشمال قدام. ولازم الركب تبقى لوس. وقوة الضربة فعلا جاية من هنا. اضرب شمالي عمرو. والصد يعني ما ينفعش مثلا، لازم ايدي تتحرك كده. لو ايدي اتحركت اكتر هتوصل. اوكي. لا انا هاوبن للي جاية بعديها، هفتح للي جاية بعديها. اوكي. ممكن عمرو يضرب جاب، فانا ممكن في نفس الوقت ده تايمينج برضو. اضرب. مش هضرب اكيد. لا انا مش عايز. لفت ولا رايت ولا عايز ايه؟ اضرب لفت تايمينج. وبعدين ممكن اطلع من هنا. هيسخن هيسخن وهيضرب بجد. مش في حاجه اسمها خطافيه؟ ايه؟ ضربه خطافيه؟ في حاجه اسمها ضربه خطافيه؟ هو في حاجه كده. هو انتوا شايفينه كده ولا هو واقف بظهره؟ يعني يعني ممكن ستريت وممكن ابر. طب عمرو انت دلوقتي اسماعيل وكريم السبكي واحد من العصابة. افتكر كده بقى واحدة من الحاجات، وانت واحد من العصابة بتضرب يا كريم، فانت لازم تساعد اخوك. معلش. يلا يا كريم جاهز؟ بطولة دلوقتي، في بطولة بتحصل دلوقتي. عظيم. والنبي لا تنساهم يا سيبا. ايه سيبا؟ انت بقى اللي هتضربي بطل الفيلم. ما هو مش يستقصد على دكتورة. الله ده لذيذ. الوش ده ايوه. تحضير الفيلم ده اخد كتير؟ حضرنا كتير، وقعدنا كتير في الاول في السكريبت لغايه ما وصلنا للنسخه النهائيه. وبعد كده كم سكريبت عملته؟ 11 نسخه. لوكيشنز كتيره جدا. اللوكيشنز كتير ومختلفه. صح. الحاجه الوحيده الديكور مشهد واحد بس. الخناقه دي، خناقه الدخان، لان دي كانت محتاجه سيطره وتحضيرات كان مستحيل نعملها في لوكيشن حقيقي. فهي دي الوحيدة اللي كان في ديكور. يعني احنا معانا مشهد اكسكلوسيف هيتعرض. هو جزء من الخناقة بتاعت الدخان دي، احنا مسمينها خناقة الدخان. لان هو شخصية اسماعيل في الفيلم هو مقنع وبيفكر. وده سر تمسك الدكتورة دي، ان هو بيعمل لها كل حاجه هي عايزاها من غير ما حد يقدر يمسك عليها اي حاجه، من غير شوشره. عشان كده من غير شوشره، من غير ما حاجه تتمسك عليها. عشان كده اسماعيل بالنسبه لها مهم جدا. يعني سهل جدا تجيب حد تاني، بس ما تضمنش ان كل حاجه هتحصل نظافه العمليه تخلص كده. وده اللي بيميزه، انه بيميزه عن حجازي برضو. في الاكشن حاولنا نعمل كده.
يعني اسماعيل لو رايح هو وحجازي هيتخانقوا مع ناس كتير، هو مش هيدخل عادي، لازم يبقى عنده تريك او يبقى عنده حاجه تديهم الابر هاند او تزود قوه الافضليه. الافضليه. فالخناقه دي هم استعملوا فيها قنابل دخان ودخلوا عشان محدش يشوفهم، هم اللي يطلعوا للناس ويضربوهم وسط الدخان. فان احنا نسيطر على الدخان ده فكرنا فيه شويه لغايه ما يعني لو في صف عماير كده وصف بيوت كده، احنا جبنا قماش وغطينا الشارع كله بالقماش علشان الدخان ما يطرش يا خبر ابيض، عشان نقدر محافظين على الدخان وقت اطول يعني. خصوصا ان زي ما عمرو بيقول لك الشطات كلها طويله يعني مش سريعه وبنروح للشاط اللي بعده بتاخد زمانها الفعلي تقريبا. بالظبط.